حاجة ثانية يا أستاذ وائل، يطلبون الشباب أني أكمل، أني أكون بالمشهد هذا. أصر علي عادل وهباس وخالد ونواف أنك توصل رسالة هذه، لأن هذه حاجة حقيقية. أنا ما ودي أن الجمهور ينظرها بعين الانكسار، قالوا لا هذه قصة حقيقية، ولكن أقول لك وأقول الجمهور الحمد لله رب العالمين، ما دام الإنسان طيب وبخير وبعافية، ما دام يسمع صوت أبيه، ما دام شمعة البيت موجودة في البيت، فأنت في أكبر غناء. مهما كانت عليك الظروف، مهما كانت عليك الديون، عش مهما كان. أنا بالعكس أقول لهم خلوكم بقوة. عقاب مثل بس فقط، حاليا معكم هنا يسولف ويضحك، الحياة مستمرة ولله الحمد. الله يعزك. أنا أوصيهم بالقوة، ما أوصيهم بالضعف. الله يرفع قدرك عقاب، وشيء بالشيء يذكر، إحنا نتذكر بهذا الوقف وقف رحمة التابع لجمعية عروة الخيرية. أتمنى من الإخوان في الكنترول، رحماء عفوا، أتمنى من الإخوان في الكنترول أن يظهرون الكاشة على الشاشة. هذا الوقف التابع لجمعية عروة الخيرية يرى عدة مصارف، يعني تبارك الرحمن، على سبيل المثل، على سبيل الذكر، 300 ريال سهم الراحم، كذلك 800 ريال سهم الراحم ووالديه، وب 1600 ريال سهم الراحم وأسرته، كفالة متر واحد ب 3000 سهم الراحمون، كفالة شقة كاملة تصل 300,000 ريال، وهي رصيد لك كذلك في الآخرة. شكرا لكم. المجموعة الثانية أو الثالثة عفوا، أتمنى من الجميع النزول على الستيج، ما عدا عقاب يجيني هنا عشان يسحب.